السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي قدامنا تطبيق مباشر على النظرية الخاصة بنيوتن رافسون، هو عايزني أستخدم طريقة نيوتن علشان أجيب تقريب لجذر 3 باستخدام الانيشال ابروكسيميشن بي نوت بيساوي 2. لما نيجي نحل سؤال زي ده، أنا عايز أجيب قيمة جذر 3، فهكتب إكس بتساوي جذر 3. لو ربعت الطرفين فهتبقى إكس تربيع بتساوي 3. لو نقلت التلاتة الناحية التانية هتبقى اكس تربيع ناقص 3 بتساوي 0. فأنا ممكن أخد الدالة بتاعتي اللي هي اف اوف الاكس بتساوي اكس تربيع ناقص 3، وأحل المعادلة ديت علشان أجيب الجذر بتاعها. إحنا طبعًا حافظين القانون بتاع نيوتن اللي هو اللي بيقول إن النقطة اللي عليها الدور بتساوي النقطة اللي قبلها على طول ناقص الدالة عند النقطة اللي قبلها على المشتقة الأولى للدالة عند النقطة اللي قبلها. فزي ما احنا شايفين طبعا هنحتاج نحسب المشتقة الأولى، فاحنا عندنا هنا f of x بتساوي x تربيع ناقص 3. فلو حبيت أجيب المشتقة الأولى هقول إن ال f شرطة of ال x هتبقى بتساوي 2x. نعوض هنا فتبقى ال bn الجديدة هتساوي ال bn القديمة اللي قبلها على طول ناقص الدالة f of ال bn ناقص 1، يعني كأن هعوض هنا في الدالة دي ب bn ناقص 1، فتبقى بي ان ناقص 1 تربيع ناقص 3 على المشتقه الاولى ب 2 اكس، فهشيل كل اكس واعوض عنها بالبي ان ناقص 1، فتبقى 2 في البي ان ناقص 1. طيب لما نبدا بالاثنين اللي هي النقطه اللي هو ايه اللي ابدا بيها، هو هنا ايه اللي ابدا بالاثنين، فهنبدا بالاثنين فهنقول اذا البي نوت بتساوي 2، تبقى البي 1 هتساوي 2 ناقص 2 تربيع ناقص 3 على 2 في 2. نروح بقى نحسب على الاكسل على طول، فهفتح الاكسل كده واقول له هبدأ بالنقطة اللي هي 2 واقول له مثلا العمود ده تظهر لي 10 ارقام عشرية، ودي الخطوة رقم واحد أو الخطوة رقم صفر عشان تبقى البي نوت. الخطوة رقم واحد اللي هنا هيساوي القيمة اللي هنا ناقص الدالة هي قدامك، هطلعها لك شوية، دي الدالة بتاعتنا. فالدالة بتاعتنا بتقول إنك أنت هتجيب النقطة اللي قبلها اللي هي دي ناقص افتح قوس النقطة اللي قبلها تربيع ناقص 3 على 2 في النقطة اللي قبلها. فلما تحسب ده تطلع بواحد وخمسة وسبعين من مية. الواحد خمسة وسبعين من مية هتاخدها تعوض بيها، فتقول واحد خمسة وسبعين من مية ناقص واحد وخمسة وسبعين من مية تربيع ناقص 3 على 2 في واحد وخمسة وسبعين من مية، فتطلع لك النقطة اللي بعدها اللي هي 1.73%. ال1.73% ترجع تعوض بيها تاني، فتقول 1.73 ناقص 1.73% تربيع ناقص 3 على 2 في 1.73%، تطلع النقطة اللي بعدها اللي هي دي، وهكذا. هتشوف بقى أنت هتستمر لو أنت عايز درجة الإيرور بتاعتك 10 أس ناقص 10، فهتستمر لغاية لما ال10 أرقام دول يبقوا متطابقين. فزي ما أنت شايف هما كده كام خطوة؟ 2 3 4 5، في الخطوة الرابعة بالظبط وصلنا للحل. ناخد مثال آخر. السؤال اللي قدامنا عايزني أجيب الجذر التكعيبي لـ 25 بدرجة دقة 10 أس ناقص 4 باستخدام طريقة نيوتن رافسون وباستخدام طريقة الفيكسد بوينت. تعالى أما نبدأ بطريقة نيوتن، فإحنا عايزين نجيب الجذر التكعيبي لـ 25، فإحنا ببساطة خالص هنقول إن الإكس بتساوي الجذر التكعيبي لـ 25. لو كعبنا الطرفين فهتبقى إكس تكعيب بتساوي 25، فتبقى الاكس تكعيب ناقص 25 بتساوي 0. فممكن احنا ناخد الاف اوف الاكس بتاعتنا اللي هي بتساوي اكس تكعيب ناقص 25، دي كده الاف اوف الاكس. طبعا قانون نيوتن انت عارف ان انت هتحتاج برضو الاف شرطه، فتجيب الاف شرطه اوف الاكس وتخليها على جنب، هتبقى بتساوي 3 اكس تربيع. احنا طبعا حافظين القانون بتاع نيوتن اللي هو ان النقطة اللي عليها الدور
عبارة عن النقطة اللي قبلها ناقص الدالة عند النقطة اللي قبلها على المشتقة الأولى للدالة عند النقطة اللي قبلها. لما نعوض بالبي ان ناقص واحد في الاف وفي الاف داش، فهتبقى المعادلة بتاعتنا بالشكل ده، ان البي ان هتساوي البي ان ناقص واحد ناقص الاف اوف البي ان ناقص واحد، هطلع اعوض هنا بالبي ان ناقص واحد، شيل كل اكس وتحط بي ان ناقص واحد، فتبقى بي ان ناقص واحد تكعيب ناقص 25. ولما نعوض في الاف شرطة عن كل اكس بالبي ان ناقص واحد، فهتبقى 3 في البي ان ناقص واحد تربيع. المفروض ان احنا دلوقتي ناقصنا النقطة اللي احنا هنبدأ بها فقط. احنا طبعا عارفين ان الجذر التكعيبي للتمانية بيساوي 2، والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين بيساوي 3. فلما نيجي نفكر في الجذر التكعيبي للخمسة وعشرين، فهو اكيد بين الاتنين والتلاتة، يعني اكيد بينتمي للفترة اللي هي الاتنين والتلاتة. فاحنا ممكن نبدأ بأي نقطة بين الاتنين والتلاتة ونوصل للجذر التكعيبي للخمسة وعشرين. تعالى ما نبدأ بالاتنين، فاحنا هنروح نفتح الاكسل كده وهنقول له احنا هنبدأ بالاتنين، هي ديت الخطوة رقم زيرو، الخطوة رقم واحد عايزين نجيب نعوض في المعادلة دي. فاحنا هنا المعادلة ان احنا هناخد الاتنين نعوض بيها هنا، فنقول اتنين ناقص اتنين تكعيب ناقص خمسة وعشرين على تلاتة في اتنين تربيع. فلما نحسب ده هيطلع بيساوي هنا ناقص اللي هنا تكعيب ناقص خمسة وعشرين على تلاتة في اللي هنا تربيع، فنلاقيه طلع بتلاتة واحد واربعين من مية. هناخد التلاتة واحد واربعين من مية نعوض بها تاني هنا، فهنقول له 3.41% ناقص 3.41% تكعيب ناقص 25 على 3 في 3.41% تربيع، فهتطلع القيمة اللي هي دي. ودي الخطوة التانية. هناخد الاتنين 99 نعوض بيها، 2.99 ناقص 2.99% تكعيب ناقص 25 على 3 في 2.99% تربيع، وهنستمر لغاية لما نتشابه في أربع أرقام، عشان هو عايز درجة الدقة 10 أس ناقص 4. فاحنا لما نبص كده هنلاقي احنا هنا بدأنا نوصل لتشابه في أربع أرقام، 9 2 4 0 ديت كده متشابهين في أربع أرقام، فيبقى هو دوت الحل اللي احنا بنبحث عنه. وبكده يبقى أنت قدرت تجيب الجذر التكعيبي لل 25 في خمس خطوات فقط. يعني لو أنت جيت تحسبه قول له احسب لي الجذر التكعيبي لل 25، فقول له 25 أس تلت وشوف هتطلع بكام. ده هي بتساوي القيمة دي بالظبط، هي بنفسها بالظبط. نرجع للمسألة بتاعتنا، الجزء الثاني منها كان عايزني استخدم الفيكسد بوينت اتريشن، فانا عايز اجيب الجذر التكعيبي ال 25 اكيوريت تو ويزن 10 اس ناقص 4 بس باستخدام الفيكسد بوينت اتريشن. علشان نعمل ده ننزل نفتح صفحة جديدة كده واقول له انا عايز اجيب اكس بتساوي الجذر التكعيبي ل 25. هنكعب الطرفين فتبقى اكس تكعيب بتساوي ال 25، ننقل ال 25 ناحية التانية فتبقى اكس تكعيب ناقص 25 بتساوي 0. الفيكسد بوينت اصلا طريقة كلها معتمدة على ان انا اخلي اكس في طرف والباقي كله في الطرف التاني، فاحولها للشكل اكس بيساوي جي اوف اكس. علشان اعمل ده لو انا جيت عملته مباشرة ان انا خدت الجذر التكعيبي يبقى انا كده ما عملتش حاجة، هرجع للصورة الأصلية بتاعتي اللي انا مش عارف اوصل منها لحاجة. فاحنا هنعمل تريك بسيطة كده، ان المقدار اللي قدامنا اللي هو اكس تكعيب زائد ناقص 25 بتساوي صفر، ده هو لو انا نقصت 2 وزودت 2 كأني ما عملتش حاجة، فده بيساوي صفر. طيب ناقص 25 وناقص 2 هنجمعهم مع بعض يبقى ناقص 27، فيبقى هنا اكس تكعيب ناقص 27 بتساوي ناقص 2، يعني نقلت ان الاثنين ديت الطرف الثاني وناقص 25 وناقص 2 ناقص 27، فده بقى فرق بين مكعبين.
الفرق بين المكعبين دوت احنا نقدر نحسبه بسهولة. هنحلل الفرق بين المكعبين دوت، فيبقى قوسين، قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير هنحط فيه الجذر التكعيبي الاولاني ناقص الجذر التكعيبي للتاني، فيبقى اكس ناقص 3. والقوس الكبير هيبقى الاولاني تربيع يبقى اكس تربيع، والتاني تربيع يبقى هنا 9، وهنضرب الاولاني في التاني ونعكس الاشاره فيبقى زائد 3 اكس. كل ده طبعا بيساوي الناقص 2 دي ما جتش جنبها، فكده المقدار بتاعي بقى بالشكل ده. اخلي بقى اكس ناقص 3 في طرف والباقي كله في الطرف التاني، فهقول له هنا اكس ناقص 3 هسيبها هنا، والمقدار التاني هيبقى ناقص 2 على اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 9، وبعدين ننقل ال 3 الناحيه التانيه فتبقى الاكس بتساوي 3 ناقص 2 على اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 9. وبكده بقى عندنا اكس في طرف والباقي كله في الطرف التاني، فانا بقى عندي الصوره اكس بتساوي جي اوف الاكس، او اقدر اقول ان الجي اوف الاكس بتاعتي بتساوي 3 ناقص 2 على اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 9. احنا متفقين ان الجذر التكعيبي ال 25 محصور جوه الفتره 2 و3 زي ما شفنا في الجزء السابق، فاحنا المفروض هنبدا الاول نشوف الفتره 2 و3 موجود فيها فيكسد بوينت ولا لا. فانا مره هعوض بالاثنين ومره هعوض بالثلاثه ومره هعوض باي قيمه في النص، يعني اقول له شوف لي الجي او في الاثنين بكام، شوف لي الجي او في الثلاثه بكام، وشوف لي الجي مثلا او في الاثنين ونص بكام، وابدا اشوف القيم دي كلها محصوره ما بين الاثنين والثلاثه ولا لا. فاحنا ممكن نفتح الاكسل على طول كده ونقول له هنا الداله بتاعتي، فنصغر كده عشان ناخد الداله. الداله بتاعتي هي دي، فانا هحط هنا القيم بتاعتي. القيم بتاعتي احنا قايلين هنبدا من 2 لحد 3، فانا ممكن اخد مثلا 2 وازود كل مره 1 من 10 لحد لما اوصل لل 3. وهنا هبدا اكتب الداله بتاعتي، فالداله بتاعتي بتقول اللي هنا هيساوي 3 ناقص افتح قوس واقول له هنا جوه قوس 2 على، واقول له افتح قوس تاني جوه القوس اللي هو بتاع المقام دوت هحط جواه اكس تربيع، فاللي هنا تربيع زائد 3 في اللي هنا زائد 9. فلما نشوف الداله عند الاثنين يعني ببساطه خلص روح اعوض في المعادله دي ب 2، فيبقى 3 ناقص 2 على 2 تربيع زائد 3 في 2 زائد 9، فتطلع معاك ب 2.89%، وال 2.89% ديت محصوره ما بين ال 2 وال 3. طيب هنجرب نعوض بقى بكل القيم ديت، فزي ما احنا شايفين كل القيم محصوره ما بين ال 2 وال 3. فطالما كل القيم محصوره ما بين ال 2 وال 3 اذا الجي اوف الاكس بتماب ال 2 وال 3 انتو ال 2 وال 3، اذا يوجد فيكسد بوينت. فاحنا على طول نقوم كاتبين له كده الجي اوف الاكس مابس ال 2 وال 3 انتو ال 2 وال 3 then there is a fixed point in ال 2 وال 3. بعد ما اثبتنا ان الداله جي اوف الاكس لها فيكسد بوينت في الفتره 2 و3، هنبدا نشوف الفيكسد بوينت ديت وحيده ولا لا. فالمفروض ان احنا هنجيب المشتقه الاولى للداله دي، فننزل كده ونكتب الداله تاني قدامنا. فاحنا الداله جي اوف الاكس كانت بتساوي 3 ناقص 2 على اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 9. الجي شرطه اوف الاكس هتساوي تفاضل الثلاثه ديت بصفر، الناقص 2 دي ثابت هنطلعها بره، وتفاضل الجزء اللي تحت ده قوس اس ناقص 1، فالتفاضل بتاعه هننزل الناقص 1، فيبقى كاننا هنا بقت موجب 2 في القوس ده اللي هو اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 9 اس ناقص 2 في تفاضل ما بداخل القوس،
هيبقى 2x زائد 3، فيبقى المقدار كله بقى 2 في القيمة ديت في 2x زائد 3. نبدأ بقى نجرب المشتقة الأولى ديت عند قيم في الفترة من 2 ل 3، فممكن نشوف الجي شرطة عند الاتنين بكام، والجي شرطة عند التلاتة بكام، والجي شرطة عند أي قيمة في النص ولتكن 2.5 بكام، ونشوف كل واحدة من ديت هل هي أقل من أو تساوي كسر الكسر ده أو رقم 10 أو أقل من الواحد. يعني إذا كانت المشتقة الأولى للدالة كقيمة مطلقة أقل من أو تساوي كسر أو رقم 10 صغير، الرقم ده طبعا أقل من الواحد، فإذا هتبقى يونيك فيكسد بوينت. فإحنا هنروح نعوض على الإكسل، خلي الدالة فوق كده ونفتح الإكسل ونقول له إحنا هنجرب القيم برضو من 2 ل 3 هما نفس القيم ديت. هجرب الدالة دي، فالدالة بتقول هيساوي 2 في افتح قوس اكس تربيع، يبقى القيمة اللي هنا تربيع، زائد 3 في القيمة اللي هنا اللي هي الاكس زائد 9، كل القوس دوت اس سالب 2، واللي يطلع من ده كله هنضربه في قوس جديد اللي هو فيه 2 في قيمة الاكس زائد 3. يعني لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل كده رياضيا، هتعوض هنا المعادلة دي كلها عوض فيها باتنين، فشيل كل اكس وحط 2 وشوف هيطلع معاك بكام. هتطلع معاك 3 من 100 او 38 من 1000. طيب اوكي، هنجرب بقى كل القيم اللي هي من اول 2 لحد 3، فاحنا بنزود كل مرة 1 من 10 مثلا. فلما نجرب كده هنلاقي هنا كل القيم اصغر من او تساوي كسر اصغر من الواحد. يعني هنا لو قلنا له هنا هات لنا القيمة المطلقة بتاعت كل قيمة من دول، فقلت له هات لي القيمة المطلقة بتاعت كل واحدة من دول كده، وقلت له هات لي أكبر قيمة فيهم، فلما أقول له هنا هات لي أكبر قيمة في العمود ده كله، فقال لي 38 من 1000. فإحنا ممكن ناخد الكي بتاعتنا بتساوي 1 من 10 كاملة، فيبقى ديت الكي بتاعتك أكبر من أكبر قيمة موجودة في القيم دي كلها. وطبعا الواحد من عشرة أقل من واحد، إذا يوجد فيكسد بوينت واحدة داخل الفترة ديت. يعني إحنا هنقول سنس الجي أوف الإكس أقل من أو تساوي الكي أقل من الواحد فور أول إكس بتنتمي للاتنين والتلاتة، إذا there is a unique fixed point in the interval 2 و3. وبكده اقدر استخدم الدالة الاصلية بتاعتي اللي هي الجي اوف الاكس ديت علشان اوصل للفيكسد بوينت دي. نخلي الدالة دي قدامنا ونفتح الاكسل، وهنا ده كان تطبيق نيوتن. خليك فاكره ان احنا وصلنا للحل في 5 خطوات، تعال نشوف هنوصل بالفيكسد بوينت في كام خطوة. فاحنا هنبدأ ادي الخطوة رقم 0 اللي هي القيمة اللي انا هبدأ بيها اللي هي 2، وبعد كده هبدأ اطبق الدالة دي على الاتنين. يعني هعوض باتنين في المعادلة دي، يبقى 3 ناقص 2 على 2 تربيع زائد 3 في 2 زائد 9، فتبقى الخطوة رقم 1 هتبقى 3 ناقص افتح قوس 2 على افتح قوس اللي هنا تربيع زائد 3 في اللي هنا زائد 9. اقفل القوس ده واقفل القوس الثاني، فتطلع معايا ب 2.89 من 100. ال 2.89 من 100 اللي طلعت ديت هتاخدها تعوض بيها هنا ثاني، فتقول 3 ناقص 2 على 2.89 من 100 تربيع زائد 3 في 2.89 زائد 9، فهتطلع معاك بتساوي القيمه دي. تعال نشوف بقى هتثبت بعد كام رقم. يعني هنا بقى نقدر ان احنا نشد دول كده، فشوف كل دولت لسه ما ثبتتش، يعني لسه متغيره. احنا هنا بدانا نثبت هنا من اول القيمه اللي هي 82 دي، فاللي هنا دولت بقى خلاص ما عدناش هنحتاجهم. فاحنا كده وصلنا للحل اللي هو
10 ارقام. هو طبعا طالب في المساله 4 ارقام بس احنا وعملناها بدرجه دقه 10 ارقام زي ما انت شايف، بس وصلنا لها هنا في 8 خطوات باستخدام نيوتن، حليناها في 5 خطوات.